أعوذ بالله من الشيطان. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عسى الله أن يجعل عسى الله أن يجعل بينهم وبين الذين عاديتم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم لا ينهاكم الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم أن تبروهم وتقسطوا بیچ میں کچھ چھڑ جا رہا بیٹا ولم يخرجوكم أن تبروهم ولم يخرجوكم کے درمیان میں کچھ چھڑ جا رہا ہے پھر سے پڑھیے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ولم يخرجوكم أن دياركم ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجهم أن تبروهم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. کوشش کریے شاباش. انظر پڑھیے آپ کے ذہن میں آ رہا سمجھ میں آ رہا میرے کو ذہن میں آ رہا لیکن آپ پڑھ رہے نہیں. انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمعون إليك. نہیں نا نہیں ہے. ومنهم من يستمع إليك. صدق اللہ العظیم. آپ نے جو کوشش کی ہے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑا بدلہ ہے. یہ آپ کے لیے ایک حوصلہ اور آپ کی تیاری کے لیے ایک اسٹیج بنا سمجھیے. آئندہ کے پروگراموں کے لیے تیاری کیجیے ماشاء اللہ. شمارہ نمبر 55 محمد فہیم خان. شمارہ نمبر 55 محمد فہیم خان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا سورة البقرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تھوڑا آواز بڑھائیے سر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. سورة بقرة جزء ألف لام من بهلا برا. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا اور کہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. پوری آیت وہاں سے وہاں آخری تک. پر ایک کیا کہاں ہے؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا. پر گیارہ. پر گیارہ نہیں پر نو. جی پڑھیے. کون سی سورت میں ہے؟ سورة الاعراف. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني سورة الأعراف جزء قال الملأ بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها